بأصوات ترتيل كتاب الله في خلوات الكتاب التي لا تنقطع فيها تلاوة القرآن الكريم من طلاب أتوا من مختلف المدن لمنارة دينية تردد صدى اسمها في أرجاء ليبيا وخارجها، المنارة الأسمرية، والتي ظلت لمئات السنين مقصداً لطالبي علوم القرآن الكريم، تحتفل اليوم بتخريج دفعة من حفاظ وحملة كتاب الله الذين نالوا مرتبة حفظ كتاب الله بعد سنوات من ترتيله وحفظ آياته على أيادي مشايخهم، لتحتفل المنارة بتخريج أكثر من 100 طالب حافظ لكتاب الله وسط فرحة وبهجة مشايخهم وأهليهم، في صورة تظهر حرص واهتمام المجتمع الليبي وتؤكد على ثوابت المجتمع المسلم وتشجع الجميع كبارا وصغارا على الالتحاق بخلوات الذكر وحفظ القرآن الكريم في بلد المليون حافظا لكتاب الله. لهذا اليوم المبارك يجتمع طلبة العلم والمشايخ بارك الله فيهم الذين يدرسون القرآن الكريم ويعاملون الطلاب كأنهم أبناءهم، وأقول لهم بارك الله فيكم إن هذه الزاوية زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر تدرس القرآن الكريم حوالي أكثر من 500 عام، ولها الفضل على مدينة سليطن بل على ليبيا بالكامل وعلى العالم كامل. زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر أخرجت حوالي الألوفات بعشرات الألوفات من الطلبة الحافظين للقرآن الكريم، وأقول لمشايخي بارك الله فيكم الذين أنتم كنتم سبقين في تدريس القرآن الكريم ومعاملة الطلبة المعاملة الخيرة وتعاملونهم كأنهم أبناء وليس طلبة أتوا من المدن، كل جميع المدن الليبية، ومنهم من أتى من جنوب أفريقيا ومنهم من أتى من دول أخرى لكي يدرس في هذه الزاوية المباركة.